لو الحكاية فيها إن فيتو تعرف بيك؟ أحمد ناصر. قسم إيه يا أحمد؟ قسم طيران. تمام. اختراعكم اللي أنتوا مخترعينه؟ مفيش، إحنا عاملين بالونة بتقدر تشيل وزن. الوزن ده هو عبارة عن سيستم بيقيس شوية حاجات، درجة حرارة وضغط ورطوبة وكده، بس هو بيقدر يطلع بيه لأي ارتفاع إحنا عايزينه يعني. بس احنا بنتحكم في الارتفاع، احنا مش بنطلعه ونسيبه، احنا ربطناه بحبال وبنتحكم في الارتفاع. الارتفاع بتاعه ممكن يوصل لقد ايه؟ زي طول الحبل عادي، احنا لو سيبناها هتطلع ممكن تعدي الستراتوسفير، يعني تعدي 15 كيلو. 15 كيلو؟ طب هو المفروض ان ده يعني انتوا عاملين زي سيميوليشن بس ليها؟ اه ده ممكن. طب السيميوليشن ده اشتغلت عليه قد ايه؟ المفروض يعني قعدوا شغالين عليه مثلا بتاع شهرين كده، وبعدين عملنا الموديل الاخير في اخر شهر قبل ما تسلم بس. تمام. كلفتوه كام؟ كلف معاكوا كام ماديا؟ حوالي تقريبا 50,000. 50,000 للمنطاد؟ المنطاد بالسيستم التاني اللي بيسافر، هو السيستم التاني جاي. هو السيستم عبارة عن مثلا ابلكيشن ولا عبارة عن ايه؟ السيستم عبارة عن علبة فيها شوية سنسورز وحاجات متركبة على بوردة، وبرع منها مروحة كده بتقيس سرعة الرياح، وهو كله بيتلفف في البالونة من تحت. بس هي طبعا البالونة دي صغيرة ما بتشيلش اللود، لأن السيستم كيلو ونص، البالونة التانية اللي بتشيل. هو المفروض بس إن أنت هتقيسوا بيها درجة الحرارة والطقس والحاجات دي بس؟ اه المفروض. هي ممكن تستخدم في أي ميشن تاني عادي، بس ده الميشن بتاع المشروع أصلا.